السلام عليكم خاوتي الزول، تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينك دي زاد، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، وتحية عطرة ورمضان مبارك لكل الأمة الإسلامية خاصة في المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. حصة اليوم خاوتي نتكلم على مساعد الناخب الوطني نبيل نغيس، اللي شفنا بعد الفيديو اللي درناه وتكلمنا على التهديدات والاستهزاء اللي قام به المهرج المقزوزي، وطاح على نغيس وقال لك نغيس لقي يهضر هاك ويهضر هاك ويلقيت مشى يهضر قاع يدير كلونات. جلطنا دافعنا على الرجل وقلنا فحال وجيجلي فحال، ومازال نقولوا فحال ومازال جواج لاحبابنا، وان شاء الله من امنيه تاع الجيجلي يطلعوا ان شاء الله الناسيونال دو هذا العام. ولكن شفنا سهره الجمعه، عفوا سهره الخميس، حصريات من ديك المنصات الخرشف اللي راهي دايره، هي يجي في معزوزي يسب في الناس ويسب في الاخر مع الصحفي السابق الاعلامي السابق تاع النهار. جاو وقال حصري نغيز واش قال، حصري نغيز واش قال. انا تشوكيت، سي با نورمال. سيد كما يقولوا بهدلوه وهددهم المهرج، ويروح نغيز يدير تصريحات حصريه. حباك تشوكيت، قلت ندير التحريه تاعي. في ديك اللحظه زعفت شويه من بين نغيز، زعفت بزاف من نغيز. قلت احنا ندافع وهو يروح يخاف يتحيشر معهم. امام الاتحاديه قلت سقطه غير بريئه من الاتحاديه ومن خاليه الاعلام اللي فيها السعيد فلاق. قلت انا لازم درنا التحريه تاعنا، جبناكم اخبار دقيقه 100% من مصدر جد موثوق مقرب من نبيل غنيز نغيز، جد موثوق. جبنا وعطانا قضية هاد الحصريات. الأولى نسمعوا واش قال ومن بعد نتكلموا. نسمعوا واش قال، باسكو هضرة قالها صحفي زعما. شوف ماكري معارضتي لهذا حكي فيسا، ولكن من مساعد المدرب نبيل نغيس مساعد المنتخب لقناة الدنيا، اللي يقول لك طبعا غضب كثير هنا على الحديث اللي قال لك على انه دفعوه، على انه يتحدث على انه بيتكوفيتش مدرب جيد غير مباشر معزوز تربص بمعنويات عاليه، هذا هو القائل. قال ما لقيتش طبعا شيء سيء، لذلك لا يمكن ان اتحدث عن اشياء سيئه عن المنتخب في بدايته. يتحدث طبعا نبيل نغيس، قال لك بيتكوفيتش مدرب محترم، وانا اكتشفت ذلك من اول تربص، وفعلا الحديث اللي كانوا يقولوا عليه على انه مدرب جاز تجربه جيده مع سويسرا كانت متميزه في اول تربص. قال لك ارفض ان يتهمني احد بانني تابع لاحد، وخدمت قال لك شرقا غربا جنوبا حتى من الاصناف الصغرى، وخدمت اعتقد انه من المدرب القلائل اللي خدم ملتح وطلع للفوق مدرب مساعد، خدم داخليا في الجنوب خارج الجزائر. طبعا قال لك هذه البلاد يجب ان تغير. قال لك خدمت مدرب وطني بالنيابه لانه انا جزائري وما نحبش اللي يحقرني 30 سنه مدرب وطني بالنيابه. طبعا بعد ذهب كيف قال لك 30 سنه وانا في الميدان. ونبيل نغيس في تصريحات لدنيا دائما يتحدث على انه المنتخب مهمه وطنيه، حتى ولو كنت مدرب مساعد، ولكن المهمه الوطنيه محدوده الزمان والمكان. ويقول على انه الحديث على انه اول تربص متميز. قال لك في الفريق نخلص اتقاضى 3 مرات اكثر مما اتقاضى حاليا. صحيح. في المنتخب الوطني يقول لك لانه هذا بلادي وانا فرحان، وفيه المهم ايضا فيه اسماء جديده تلتحق بالمنتخب في تربص جوان باذن الله. كل اللاعبين اللي تواجدوا في القائمه 67 اسم يقدر يكون في اسماء جديده في المنتخب. قال لك ولكن يتحدث على انه المعيار الحقيقي على انه نعم هي فيها اللاعب في ناديه، وايضا النادي ايضا يكون يحقق نتائج حتى ماشي فورمه البلاطوهات، فورمه الملاعب ويجينا هو جاهز للمنتخب. نبيل نغيز يقول حتى يجينا بنفسيه جيده. اهم شيء يقول لك على انه تحدثت، وحتى بيتكوفيتش تحدث مع محرز ومع سليماني عن انفراد، حتى هو نغيز يقول لك تحدثنا معه. الحديث على انه بيتكوفيتش اللي خرجت في المواقع وكثير من الحديث على انه بيتكوفيتش اشترط على انه محرز هو اللي يطلب باش يكون جاهز للمنتخب، قال لك هذا الشيء ما كاش منه. محرز رحب به نغيز وقال
محرز عنده الرغبه باش يكون في المنتخب، واكيد تحدثوا معاه وقال لك على انه هو قائد الفريق لما يجي بشكل متميز. قال لك تحدثت معاه مع محرز ومع كل اللاعبين، واهم شيء اعطانا خبر ايضا على انه مستقبلا راح يكون في اسماء جديده من لم تتقمص الوان المنتخب الوطني، حتى ممن قيل بانه رفضت المنتخب لانه في مفاوضات مع نعم يا سي نغيس. عطيتهم شوف 67 جوار، عطيتهم تاع خبر حصري بلي غادي كاين لاعبين جدد اللي عمرهم ما جاوا الجزائر، عطيتهم ديك. وهذه القناه يا سي نغيس هي اللي كانت تقصف الاتحاديه وجايبه غير المعارضين التكريتيكي في الاتحاديه، وجايبه المهرج يضرب في رئيس الاتحاديه. نغيس ربي يرحمها الليل ولا كيفاه. بصح دروك انا نقول نغيس بلي انت اكلت الطعم، انت مش محنك، مازالك نايف. انا نحبك انت يا نغيس ونقادرك، نعرفك مو تقول كيف. انا خد راس وقعت حادثه قدامي، انا قلت ما يديرهاش نغيس بدون مشاوره رئيس الاتحاد ومسؤول الاعلام. هذا الخجل مامو تهضر تسقسي رئيس الاتحاد وتسقسي مسؤول الاعلام. انا نقالي في 2015 كنا في دار السلام في تنزانيا، جات الكاميرا تاع التلفزيون تكاميريك، جاغي تاع النهار جونان حط غير هذاك لونجيستير تاعو وقعد يسير. هيا انت ما تقولش تحبس هذا. من بعد ملي حبست الكاميرا قلت له والله ما تحط ديكلاراسيون تاعي في النهار تاع جونان، قلت له والله ما تحطها. وانت قلت لي واري رايح انت تركب في المشاوير لاجيريك بعد ان دو وقت كاس سماطا، قلت لي واري ولا بد ما يحطهاش هذا، ولا بد ما يحطهاش. نهار كنت صغير في تاع النهار، قلت لي واري حبوك ما تنساش تقول له. هذه ساسبي تكون نسيتها، هذه عندها 9 سنين. بعد جيت تهضر مع هاد الهيشر سي با نورمال. بصح انت يا نيه نايف، انا غادي نفضح هاد الاعلامي، نفضحه فضحا شديدا، فضح مبرع. بصح زعما انت تخدمت في النهار ودرت منا وانا نحترمك نحبك، عندك ديك تعرف تقدم، عندك ديك الكاريزما تاع اعلامي، ولكن تبدا دير خدم في ليزاجوندا. نو انا نحكي لكم واش صرا. هذا نغيس اكل الطعم ونايف ونيه وماكش محنك. رغيس لازم تطلع المستوى. دونك انت من سمعت بالديكلاراسيون تاع المهرج طاع عليك وتنز عليك ومنه وقال لك تشيات وانت منه وانت رفاد ودير الشيتا وكل شيء، انت يا قاعد تحوس على النيمرو تاع هذا المهرج باش تهضر معاه باش تقلع له وتقول له نو طلع المستوى رغيس. انت يا سملاح انا نعرف بلي عندك حسن الخلق، انت رد في الميدان راه تعيط لهذا هذا فيسا تاع المنصه تاع الخشف تاع فيها 14 كا ولا 14 ميل كا ولا سي با 14000 ابوني ما عندها حتى قيمه. ما قلنا هذا نغيس راه مات وكتبوا لك حصري 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 حصري. دك تقولك يا نغيس، دك تقولك المصداقيه تاعك هبطوا دوك غادي يوليو يعسوا فيك، دوك غادي يعس تي حد يعسك. وكاي واه اسكت ما تهضرش مينو. انت يا عيطت هذا فيسا وبغيت تحوس قلت له فوتوا لي هذا البيروكي هذا المهرج نهضر معاه ونبين شكون هذا الجيجلي شكون الفحل. باسكو حكرتوني انا مش من الجي، انايا باسكو انا ماشي الجي سونت ولا قبائلي ولا حاجه، جيجلي حكرتوه. هذا الهيشر تاع اللي غضب الحصا قال لك كالم توا عندنا خلي مرفطو نعيط لك. هو مرفطو خطط لك غايه عيط لك بربرك انت انا غيس تاعنا انت تاعنا بربرك داك تبربيره دهنك ديك الدهنه منا ماشي مشكل. وعلى بالي اش قال لك، نقول لك يا اش قال لك، قال لك بلي هذاك مهرج نديرو به لباس، قال لك هذا غير تاع لباس نطلعو به نسبة المشاهدة. والله لا قال هذا يا سيدي، أقسم بالله لا قال هذا. هذاك تاع دنيا تي في معدل الحصة تاع اللي كياخذ في النهار، قال له هذا المهرج غنديرو به لباس، قال له غنديرو به لباس. قعدو يقصرو أميكال مبربره، بصح ما قالوش ملي التصريح هاش نديرو هاش نديرو هاش غادي نديرو هاش نديرو 67 جوار غادي نجيبو جوار جدد من محرز من عطاه قاعد يقصر معاه. اخر حمات له في الفار راح يدير حصري قال لك انا ما قاليش غادي ننشر هذه الهضره. قال لك قلنا نقصروا تكسيره اميكال مو هكا موديه. قال لك هو قاعد دوب 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 نديروا حصري وقال لك نتحدى. انا قلت له ديرها. هذا المصدر الموثوق المقرب من نغيس، انا والله العظيم ما هضرت مع نغيس قسما برب العزه ما هضرت معاه. وانا في سيدنا رمضان ها يا سيدي، وانا في ديار الغربه ها يا دعونا ربي معكم. قال له باللي نقول لك حاجه والله العظيم ما قلت له سجل ديرها. قال لك راح خدعني نورمالمون كان باغي يدير تكذيب صلاه في ديرها طيح النيفو ودير تكذيب في الاخر في منصه تاع خرشف. نو ما ديرش
اللهم اني صائم. الناس راهي كاليه نورمال ولا غالب هذوما ماهوش مسلمين، ما عندنا ما نديرو راهم كاليين وحياتو. الغربه لا غالب الغربه ولا كلهم يصوار. الماتريال فات العبوبه. اللهم اني صائم باقي واحد لامبا نص ساعه على الصيام ولا ساعه باش نفطروا. فهمتوا خاوتي؟ هاي يشرح احشيها له كوره وخرج لهذيك لاسون تاعو. أنا قلت مشكلة روحك ناقيس، لو أنت غادي تهيج القنوات الخاصة، لو كيف هذا راح المنصة تاع خرج شوف هضر فيها، خفت من المعزوزي، الناس كي تقراها هذوك، الناس البارح أنا هضرت مع شحال من إعلامي، قال لك خافوا منه، خافوا منه، شفت وين توصل روحك ناقيس، ما تروتش خويا، خليه ينبح، خليهم ينبحوا، طلع المستوى، ترك عندك عندك أنت عندك عندك أنت المصداقية، ولا عندك الحماية من رئيس الاتحادية، والحماية من الناخب الوطني، علاه ترد على هايشر، علاه؟ ها هذيك مشكله نروحو نقولو قلت مشكل اتحادي يقولوا لي شنو نهضروا مع الدنيا هذوك انا غادي نخرجك بلي حقيقه انا حكيت معاه بصح حكيت معاه باش تقلع على المهرج وتفوت عليك وتحبسو في حدو وهما حشوها لك هضروك وداروا لك حصري وانت ما عطيتهمش تكراري دوك نتحدى هذا حاكم حاكم فيسا يجبدنا حوار بار تليفون يجيب لهنا ما كانش حوار بار تليفون والله ما يسعاها شكون نايف حشاها له حشاها نبيل مسكين نبيل هذا يكون ان شاء الله يكون درس ليك كون كتقادر هذه البوست تاعك يروح باسكو هذه انت هذه الصوره هدرتهم بدون علم رئيس الاتحاديه وكان رئيس الاتحاديه اولوزمو المعلومات اللي لحقتني من مصادر موثوقه من الاتحاديه رئيس الاتحاديه راه شغل ما استوعب وكان مع روحه منا ومنعك من دير التوضيح دير شغل ديمونتي لك هي خطينا متحاشر خطينا متحاشر وما هذه الاولى وهذه الثانيه نبيل صافي با خويا وهذا صحفي نورمال كتب حصري والسيد ما عطاش قال لوطريسيون باش يضرب اسمه على الاقل قول مصادر موثوقه منا مصادرنا ما تعرفش اسم الناس سي غراف المهم هذه الدنيا نعطيكم رسميه خاوتي ما هضروا معنا غيز ما دار لهم حوار ما دار لهم لوطريسيون باش يهضروا صوف قال لهم باللي بغى يرد على المهرج با تليفون ويسمعه ما لا يرضيه هذا ما كان ولا قبل الاخر قطبه قال لهم الفطور من هنايا عطاه هذوك المعلومات هي والكما راك تشوفوا فيه الدنيا سعفوني غير نحو هذوك الاخر باسكو قسما بالله ما مدى عطاكم ديك لاسو غير نحوهم من الباجا تاعكم تحيه لكم خوتي وغوتو تي فلاجيني والسلام عليكم.